بص يا صديقي، سريعا كده نشوف المسألة بتاعة الريجيد فريم. ومدين هنا بيقول لك في مبنى الأحمال عنده في اتجاه الإكس أكسس، وبيقول لك إن المبنى ده بيتكون من 3 فريمات هما اللي هيقوموا الحمل عندي، اسمهم F1 وF2 وF3. فريم واحد وفريم اتنين وفريم تلاتة ممكن ما يحددهمش لك، هو ممكن يقول لك الحمل في اتجاه الإكس، وبالتالي الحمل الفريمات اللي بتقوم هي اللي في اتجاه الحمل. يعني عندك حمل في اتجاه إكس كده، يبقى الفريمات اللي هتقوم فريم واحد واتنين وتلاتة، تمام؟ ويقول لك إن مديك الإيه باتنين واتنين في 10 و6، وأبعاد الكولوم ثابتة في طول المبنى كله، ومديك الأبعاد بتاعت سي واحد وسي اتنين وسي تلاتة، والأي جردة بقى بينت أو اتنين. وبيقول لك احسب لي الأحمال في كل فريم، وارسم له الفيجن بتاع الفريم ده بالأحمال اللي عليه. والبندنج مومنت ده لسه هنشوفه في المحاضرة اللي بعد كده، يا دوب ننزلها يعني. هو ده شكل البلان عندي، والسكشن والإليفيجن آسف. الباكيات عبارة عن 6 و3 في 3، وهنا 4 و2 2 4 و2 و4 و2. هو عندك الفريم هنا سهل جدا، مستحيل يجيبولك في الامتحان، يعني هو ده أسهل حاجة نشرح عليها. ومديك هنا أطوال الأدوار بأربعة وأربعة وأربعة، وفي جراوند ليفل على بعد 1 متر. أول حاجة إحنا هنجيب الفرص عند كل دور، وعندك الفرص اللي هو مديها لك بواحد طن على المتر. خد بالك دي 1 طن على المتر مش متر مربع، يبقى أنت مش هتضرب في طول أو في عرض المبنى لجوه. لو كانت دي متر مربع كنا هنضرب في 8 و4 دي، بس هو هنا مديها لك بالمتر ومش هتضرب في الطول اللي جوه، تمام؟ هنحسب الفرصة على كل دور. ال F1 اللي هي على الدور الأول بتساوي الفرصة اللي هو مديها لك اللي هي بواحد طن على المتر، في نص المسافة فوق ونص تحت اللي هي 4 على 2 فوق و4 على 2 تحت، المفروض تضربها في بعد المبنى اللي جوه زي، بس ما أنا قلت لك دي مديها لك بالمتر طولي مش متر مربع، يبقى مش هتضربها في الطول اللي جوه. يبقى F1 تلات معنا ب4، F2 نفس الكلام نص المبنى، F1 F2 اللي هي 1 طن، في نص المبنى فوق من زائد نص المبنى اللي تحت 2 و2، المفروض نضربها في طول المبنى اللي جوه، بس نفس الكلام هنا برضه هتطلع 4، وفي 3 اللي هي الأخيرة دي نضربها في نص المبنى اللي تحت اللي هي ب2. وقايل لك هنا بيقول لك هنا ليه ما ضربناش في متر في الطول اللي جوه، لأن هو مدرج بالمتر الطولي. تاني حاجة هتيجي تحسب ال جي ايه اللي هي مقاومة الفريم، هتحسبها لكل فريم. هو الكولوم بتاعها جي اي اي جي اي دي جي يعني رقم الفريم، والاي دي اللي هي رقم الدور، هما ده انديكيشن ليها يعني، بيساوي 12 اي على الاتش اللي هي ارتفاع الدور في 1 على سي اي زائد 1 على جي اي. هنيجي نحسب بالسي اي والجي اي لوحدهم ونحطهم في القانون. السي اي بتساوي سمشن الاي كولوم على الاتش كولوم، او الاتش اي بتاعت الكولوم يعني، وجي اي بتساوي سمشن الاي جردر على ال. تعالى نحسب اول واحده اللي هي سي اي. السي اي بتساوي سميشن الاي كولوم على الاتش. تعال نحسبها للفريم، انا هشتغل اول حاجه للفريم واحد. بص هو قال لك فريم واحد بتساوي فريم اتنين ليه؟ لو جينا بصينا هنا في البلان، الفريم واحد الضرب الاعمده فيه نفس الضرب الاعمده بتاعت الفريم اتنين، تمام؟ سي واحد سي واحد وسي سي واحد سي واحد وسي كلهم سي واحد، والضرب بتاعهم هو واحد. لو كانت دي واقفه يعني العرض الكبير كده كان هتختلف، مش هكون في فريم واحد مش زي فريم اتنين. وقال لك ان الفريم مكمل هو هو في ال3 ادوار، وطول الاعمده مكمل، لو اي حاجه فيهم اختلفت هتحسب لكل فريم لوحده، تمام؟ تعالى نحسبها لفريم واحد واتنين بتساوي سمشن الاي كولوم على الاتش. بص يا سيدي، الاي كولوم اللي هي موزع في عمود تكعيبها ال12، طب هكعب انهي واحده؟ هتكعب الطول اللي في اتجاه الحمل اللي هو كان في اللي هو او بنت 2 5، تمام؟ اللي هي او بنت 2 5، ودي او بنت 6 تقريبا، او بنت 4 على حسب الابعاد يعني، على الاتش اللي هي ارتفاع الدور، ضربه في 2 لان عندك هنا سي 1 ضربه كده، والسي 1 هنا ضربه كده برضه، نفس الكلام في سي 1 ده وده تضربهم في 2 برضه لان 2 زي بعض، تمام؟ كده خلصت سي فريم 1 في الدور الاول. تعالى نحسب الجي بتاعت الفريم 1 في الدور الاول برضه، بتساوي سميشن الاي جي على ال. الاي جي مدالك جيفن ب0.2 على ال اللي هي طول الباكيه، يعني الاي جي دي الاي جي ده بتاعت الباكيه الواحده، بتاعت الباكية الواحدة، تمام؟
يبقى الاي جي اللي هي كانت 0.2 0.02 على طول الباقيه ب 6 و3، بس انا بشغل على الفريم كله يبقى هضربها في 3. تمام كده خلصنا السي اي والجي اي. تعال بقى نعوض في القانون ده، نقول جي اي بتاعت الفريم الاول بتاعت الدور الاول هي بتاعت الفريم الثاني في الدور الاول، واللي قال لك الفريمات الاعمده مكمله والضرب الاعمده مكمل زي ما هو والتغطيه هي مفيش فيها اي اختلاف يعني في الدور الاول في الدور الثاني في الدور الثالث، عشان كده كملهم لك في الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث. نفس الكلام في الفريم الثاني في الدور الاول، هو نفس الفريم الثاني في الدور الثاني نفس الفريم الثاني في الدور الثالث. يبقى 12 في الاي مديهالك جيفن، الاي مديهالك جيفن، والاتش ب 4 مكمل زي ما هو عادي، والسي اي يعني مطلعها من هنا 9.27، والجي اي مطلعها برضه. هتطلع الجي بتاع الجي اي بتاعت الفريمات دي كلها في كل دور تطلع بالرقم ده. بعد كده هاجي احسب السنتر اوبجيتي. ليه احسب السنتر اوبجيتي؟ لان عندك انا لما اجي اوزع الاحمال، لو جينا نبص على قانون توزيع الاحمال في بص الترم ده بتاع حاجه اسمها التويست، هعرف في تويست ولا لا ازاي؟ من سنتر اوبجيتي. بعد كده هاجي اجيب السنتر اوبجيتي بالقانون ده، فورميشن جي اي في الواي على فورميشن جي اي. هاخد اول حاجه الداتا من هنا في اي حته، وبعد كده هاخد الجي اي بتاعت كل فريم في الواي بتاعتها لحد الداتا. الجي اي بتاعت الفريم واحد كانت 5575 في الواي بتاعتها اللي هي 8.4، زائد الفريم التاني كانت نفس الجي اي تقريبا في المسافه بتاعتها لحد الداتا، والفريم التالت هو بينطبق على عديتهم فالمسافة بتاعته زيرو. بعد كده هاجي اجيب ال summation جي اي، اجمع التلاتة دول كده جبت الواي بار. الواي بار اللي هي مكان ال center of gravity تمام، اللي هو النقطة دي. بعد كده هجيب حاجة اسمها الاي. الاي دي المسافة بين ال center of gravity لحد الفورس. هو انا عندي ده كان حمل ورياح، الحمل اللي كان عندي هو الحمل الموزع اللي كان فوق ده كان حمل ورياح، فحمل ورياح معروف بيأثر في النص، نص الواجهة تمام. نص الواجهة اللي هو على مسافة كام؟ 4.2، وعندي السنتر اوف جيتي على مسافة اللي هي واي بار اللي هي 3.495. يبقى ال اي اللي هي المسافة بين السنتر اوف جيتي لحد الفورس اطرح الاثنين من بعض اللي هي 4.2 ناقص 3.49، طلعت ال اي. بعد كده هاجي اوزع زي ما قلت لك ال اي دي المسافة بين السنتر اوف جيتي لحد الفورس، والسي دي المسافة بين السنتر اوف جيتي لحد الفريم. بعد كده هاجي اعمل توزيع للفورس اللي عندي على الفريمات بالقانون ده. بص اللي عندي ثابت سميشن جي اي سميشن الجي اي في السي سكوير، فدول احسبهم مع بعض، احسبهم مره واحده عشان مش كل شويه في التعويض هعوض التعويض دي كلها، بس انا هحسبها لفريم فريم او لدور دور. سميشن جي اي اللي هي مجموع الجيهات اللي عندي، كان اول جي فريم واحد وفريم اثنين كانوا الاثنين زي بعض عشان كده قضيهم في اثنين، وفريم ثلاثه كان مختلف عنهم، يطلع بالرقم ده. ال summation جي اي في سي سكوير. بص انا نسيت اقول لك حاجه، هو عندك هنا الفورس ما بتمرش في السي ار، يبقى هيطلع عندك في حاجه اسمها تويست تمام. التويست ده اللي هو القانون بتاعه ايه اللي هو الترم ده كده، لو ما فيش تويست يبقى الترم ده هيطير تمام. بس انا عندي الفورس ما بتمرش في السنتر اوف جيتي، فهيطلع عندي في تويست يبقى الترم ده هينزل معايا. في حاجه كمان، انت هتحسب السنتر اوبجيكتيف بتاعت كل دور. هو عندك هنا زي ما قلت لك الثلاث ادوار زي بعض، مفيش العمود اتشال ولا بعد اتغير، او بمعنى اصح الجي اي ثابته ما اتغيرتش معايا. الجي اي ادام ثابته يبقى السنتر اوبجيكتيف هيفضل ثابت معايا في كل دور. هاجي بعد كده اجيب السمشن جي اي في السي سكوير، احسب الجي اي بتاعت كل فريم في السي. سيدي ما قلت لك المسافة من السنتر اوبجيكت لحد الفريم، الفريم واحد المسافة بتاعته لحد الفريم، السي مسافة بين السي ار لحد الفريم، فريم واحد المسافة بتاعته 4.2 زائد الاي، 4.2 زائد الاي اللي هي كانت 0.7 تطلع ب 4.9، فريم اتنين تطلع الاي بس تمام. الاي بس فريم 3 لو تركز حط المسافه هنا بالسالب. ليه؟
بص يا سيدي، عندك المسافة السي دي ما بتكون ساعات بتكون موجب ساعات بتكون سالب، تمام؟ دي بتكون موجب وبتكون سالب. امتى موجب وامتى سالب؟ بص حط حتة بصمجة، أنا شغال على فيم واحد، فيم واحد ده فيه تبع القوة، يبقى خدها بالموجب. فيم اتنين فيه القوة، خدها بالموجب. فيم تلاتة ده ما فيهوش القوة، يبقى خدها بالسالب، تمام؟ يعني انت هتاخد السنتر اوبجيكت ده هيقسم لك الشكل، تمام؟ الفيمات اللي فيها القوة فين؟ القوة الناحية التانية، يبقى الفيمات اللي تبع المنطقة دي السي بتاعتها بموجب، والفيمات اللي الناحية التانية اللي ما فيهاش قوة السي بتاعتها بسالب. يبقى فيم واحد وفيم اتنين السي بتاعتها بموجب، وفيم تلاتة السي بتاعتها بسالب. عشان كده عوضنا في السي بتاعت السي دي بتاعت فيم تلاتة، عوضنا فيها بالسالب. كده جبنا سميشن جي ايه، سميشن جي في سي سكوير. تعالى بقى نعوض، نجيب بكل دور بكل فين ولو واحد. بص، الكيو اي دي اللي هي الفورس، يعني مثلا لو احنا شغالين على الدور الاول، الدور الاول يبقى شال كل الفورس دي كلها، الدور الثاني يبقى شال الفورس دول بس، الدور الثالث شال الفورس دي بس. يعني كانت واحد وقف اتنين وقف تلاتة، دي التلات فرصات اللي موجودة عندك، يبقى مجموعهم كام؟ بعشرة. يبقى لو جينا اشتغل على الدور الأول يبقى الكلمة موجودة عندي اللي هي العشرة، مجموع الفرص دي كلها. تعال نشتغل بقى الفريم واحد وفريم اتنين وفريم تلاتة. دي كيو فريم واحد الدور الأول، كيو فريم اتنين الدور الأول، كيو فريم تلاتة الدور الأول. الفرص اللي عندي أو الكيو اللي عندي كانت بعشرة، الكيو ب 10، والجي اي بتاعت الفيلم الاول اللي هي كانت 5 5 7 5، تمام؟ على احنا مثبتين دي او حسبناها، يعني اللي هي 2 0 0 9 9، تمام؟ زائد الجزء بتاع تويست الكيو اي ب 10، والاي دي المسافه بين السنتر اوبجيكت لحد الفورس، هتكون ثابته لانها مش الفورس ثابته عندي، ما اتغيرتش في الفريمات كلها ولا في الادوار كلها، اللي هي بي يعني من الاخر اللي هي اوبن 7 5 او بوينت 7 5، تمام؟ في الجي اي بتاعت الفريم 5 5 7 5، في السي اللي هي مسافة بين السنتر اوبجيكت لحد الفريم، دي متغيرة عادي. انا شغال على فريم واحد، يبقى دي المسافة من هنا لهنا اللي هي 4.2 مرة 4.2 زائد الاي، تمام؟ نفس الكلام في الفريم التاني، الفريم التاني هو هو نفس الكلام، بس اللي يختلف عندي السي اللي هي المسافة بين الفريم لحد السنتر اوبجيكت اللي هي الاي، يعني السي بتاعتها اللي هي الاي، تمام؟ ولا يختلف معاها تاني؟ بس مفيش حاجة تختلف معاها تاني، لأن الجي هي هي. فريم تلاتة، خد بالك فريم تلاتة ده ورا الناحية دي، يبقى بالتالي السي بتاعته بزيرو. السي بتاعته عوضنا عليها بزيرو، والجي بتاعته مختلفة عن جي واحد واتنين، فيم واحد وفيم اتنين. طلعت كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة بتاعت كل فيم. بالنسبة للدور التاني، بدل ما احسب واعمل، انا هجيب بس الكيو اللي على الدور التاني، زي ما قلت لك مجموع الفرص اللي فوق كلها. الدور التاني كان عليه 4 و2، لان الدور الاول مش هيخش معايا، وبالتالي الفرص عنده بستة. خد انا بقى نسبة، بدل ما احسب الحسابات دي كلها، بدل ما احسب الحسابات دي تاني، لا اخدها نسبة على طول. الكيو واحد واحد هضربها في نسبة بين التوتال عندي كام؟ 10، يبقى خدها 6 على 10، 6 اللي هي الفرصة على الدور التاني. كيو واحد اتنين وكيو اتنين اتنين وكيو تلاتة اتنين، دي معناها كيو بتاعت فيم واحد للدور التاني، كيو فيم اتنين للدور التاني، كيو فيم تلاتة للدور التالت، للدور التاني. بالنسبة للفولو التلاتة، هجيب الكيو اللي عنده واخدها نسبة برضه 2 على 10، واضربها في نسبة كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة اللي انا جبتها للدور الأول، تمام؟ اجي بعد كده، انا جبت عندي جبت انا جبت ده كله بحسب في الشير، انا عايز الفرص، تمام؟ بص يا سيدي، انا مطلع الحاجات دي اللي انا حاسبها اللي هي الكيوهات دي، انا عايز اجيب الفرص بقى على كل دور، تمام؟ بص يا سيدي، انت عندك بص خدها كده اطرحهم من بعض، بمعنى الدور اللي فوق ده في حاجة عنده فوق أصلا؟ مفيش، يبقى هو ده بس اللي هياخد الكيو اللي دي، يعني مفيش حاجة من فوق نطرحها. طب تعالى هنا، بص يا سيدي، الكيو اللي عندك اللي فوق ايه؟ 0.17، واللي تحتها 2.13، اطرحهم من بعض هيديك الفرصة اللي انت عايزها. هنا نفس الكلام،
عاد الفلوس دي يبقى اطرح دي من دي، نفس الكلام في الفريم 2 بص فريم 1 2 3 زي بعض. تعالى فريم 2 انا مطلع القوه دي، انا معامل صح، انا عايز الاف 1 والاف 2 والاف 3، قلت لك الاف 3 مفيش حاجه فوق نطرحها من بعض، يعني كان او بنت 5 8 ناقص 0 طلعت دي. طب انا عايز بقى الاف 2 1.73 ناقص 0.58 هطلع لك دي، نفس الكلام 2.89 ناقص 1.73 هتديني دي.